السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عارفين إن سنغافورة من الدول المتقدمة في البيم وعاملة أكواد قوية جدا في البيم، فده كود خاص بالسبمشن أو التسليمات. ده الجدول هنا بيقول لي بقى السبمشن الملفات المعمارية المفروض تروح للبلدية، المفروض تروح لسنغافورة سيفل ديفنس دفاع المدى السنغافوري والبابليك يوتيلتيز بورد، كل الحاجات اللي مكتوب عليها. السيفل ديفنس المفروض يروح لأي مكان، الام اي بي الى اماكن اللي المفروض تاخد اعتماد منها زي السيفل ديفنس مثلا. طيب السكوب بتاعنا اللي هنتكلم عنه في الكود ده الدريفرابلز والسايت موديل ستاب والسكيل والفايل نيم عشان تسلم الحاجة من غير ما يحصل مشاكل. يعني في بعض التعريفات، ايه هو البيم، ايه هو الفيو، ايه هو البيم اوبجكت، ايه هو الكور انفورميشن تسليمات، وده لينك فيه بعض المعلومات المفيدة. deliverables الحاجات اللي انت هتسلمها، يعني بيقول لك مثلا ال urban development authority ده انت المفروض تديله الملف الاصلي سواء انت كنت شغال RVT BLA DGN، واللايت ويت اللي هي الملفات اللي هتستخرج منها دي دبليو اف البي دي اف البيم اكس. طبعا في البلاد العربية بنسلم البي دي اف او نطبع، وساعات بنسلم الاوتوكاد، مفيش حد بيستلم مننا ملفات اصلية. هنا بيقول لك ان الملف الفايل سايز بتاعه اقصى حاجة يكون 600 ميجا، 600 ميجا اكتر من كده ابدا اقسم الملف بتاعك لانه هيبقى تقيل جدا. طيب وفي برضو البي سي اي هتستلم الملف الاصلي، وفي بعض الحاجات عايزه بس الدي دبليو اف والبي دي اف او البيم اكس، مش عايز الملف الاصلي. الدفاع المدني عايز اللوح اوتوكاد او بي دي اف. او بقى بيبدا يقول اسف الاستراكشر سبمشن، هتدي له الملف الاصلي وهتدي له الدي دبليو اف. السايت موديل سيت اب هتظبط النوت زيرو بتاعتك على السنافورة، السكيلز، فايل نيم طريقة التسمية، هيقول لك مثلا إن أنا عندي حروف مخصصة للبروجكت أي دي، وبعد كده شرطة، وبعد كده الأوثر اللي عامل الموديل، وبعد كده شرطة الموديل بارت لو متقسم لبارتات، وبعد كده سبمشن فيرجن، وبعد كده سوفت وير، وبعد كده اديشن فورمات. يعني على سبيل المثال البروجكت أي دي هو في حدود أقصى حاجة 6 حروف، الأوثر بيبقى مثلا 2 حرفين، الموديل بارت الزون. طيب بيقول لك الفايل نيم فيلد، لو architecture هياخد حرف ال A، لو civil engineer حرف ال C وهكذا. submission لو أول مرة بتبعت هتديله A، لو تاني مرة هيبقى B وهكذا. لو انت شغال على اركيكات 18 هتكتب A18، لو شغال على اركيكات 19 تبقى A19، لو شغال على الريفت هتكتب ار 15 او 16 او 17 بالشكل دوت. البي ار 15 ده المشروع، ده البروجكت باي اركتكت، ده تقسيمه البلوك 1، ده سبمشن السوفت وير ار 15 يبقى ده ريفت 15. لو في اي معلومات اضافيه بتبدا تكتب، بحيث ان انا اول ما اشوف الملف اعرف ده معماري ولا انشائي ولا طب ميكانيكال. يعني مثلا دوت خاص بالاير كونديشن عشان حرف الام، خاص بالبلوك 1 بي اي بي سي، السبمشن المعمول بريفت 15. فسهل جدا ان من اسم الملف اعرف اي معلومه انا عايزها. انا بقى بتكلم ان انت بتبعت الملفات، بيكون في سنجل فايل، في ملف بيجمع الشغل كله مع بعض. ما يبقاش بالتقسيمات ديت، لا يبقى المشروع الأساسي فيه سب فولدر، والسب فولدر فيه الأجزاء اللي تحتيه. أسماء الفيوهات أو أسماء الملفات هيبدأ يسمي الملفات الصغيرة اللي جوه. الفيو نيم هسمي الأجنسي، وبعد كده تايب أوف فيو، وبعد كده الفيو نيم، وبعد كده أي معلومات إضافية. ده الحاجة اللي انت هتستلم منك الملف. لو انت بعته للبيلدنج اند كونستراكشن اثورتي هتسميه بي سي اي، وهكذا كل واحدة بيبقى ليها الاختصار بتاعها.
وبعد كده التايب فيو، هل هو سايد بلان ولا فلور بلان ولا اليفيشن ولا سكشن ولا ديتيل. طبعا الحاجات دي خاصة بسنافورة، بس لو انت عايز تنظم شغلك وعايز تستعين بالحاجات ديت، محدش يقدر يقول لك لا، او محدش يقدر يقول لك، ما دام مفيش كود فانت ممكن تستعين بالكود ده وتمشي عليه. انا بقول لك في بعض الالوان عشان تسهل على نفسنا الشغل، البروبوزال اليمنت تاخد ماجنتا، الديليت اليمنت تاخد يلو، الابروفد اليمنت تاخد الالوان ديت. لاست سيف فيو، اخر فيو سيف، لازم ما يكونش فيه ملفات مخفية، لازم ما يكونش فيه حاجات ناقصة، لازم أي لوحة حاجة من الأوتوكاد لازم تكون مشيلة منها. ده الكفر بيش بتحسن بالشكل دوت، بحيث إن الجزء دوت لازم يكون فيه معلومات عن المشروع، هنا الناس اللي شاركت في المشروع، هنا الملفات أو الفيوهات اللي موجودة في قلب الشيت. ده الجداول اللي كانت موجودة في الملف.